شي حيل تغبر مجا منالك مغلب الشباب صاحبي جبنا عزاوة وجبناها ضحكة وصعابك دلالة حساب هادي كاميرا كاشي كانت مغبر مجا منالك مغلب الشباب يو دلالة كاميرا كاشي طيحنا ضيفنا متغاشي مشاهدينا الكرام صحة رمضانكم وصحة فطوركم مع كاميرا كاشي كشفتوني. الضيف متاعنا اليوم نسيم خومبيتيس وكما العادة أستاذ كمال راهو يحكي لنسيم على المنشط الجديد أسامة. ايه يا نسيم ماشي كيما حكالك الشاب منير راك مخدوع اليوم. هي تبدا اللولة انا لاما هي اللولة مش انا لا نورمالمون طا شوف باش تكليك تعرف انا ما نبداش دروس اكسيون مساء الخير مساء السعادة لكل المشاهدين. إذن يغادرون أوطانهم على متن قوارب صغيرة ليلحقوا بأحلامهم الكبيرة ظنا منهم أن البحر سيكون رؤوفا بهم ويأخذهم إلى الضفة الأخرى حيث الحياة الرغيدة والأحلام الوردية، لكنهم في نهاية المطاف يكتشفون عكس ذلك فيأخذهم البحر، والكثير من شبابنا راحوا ضحية الهجرة الغير شرعية أو ما يعرف عندنا بالحرقة. راح نتكلم اليوم مشاهدينا حول هذه الظاهرة أكثر وبعمق أكبر رفقة زميلي في التنشيط أسامة. مساء الخير. مساء الخير أختي. مساء النور. وأكيد معايا اليوم ضيوف اللي أكيد شرفونا بحضورهم. معنا اليوم نسيم ترومبيتيست. أهلا بك نسيم. أهلا. شرفنا بحضورك اليوم. أهلا بك. معنا كذلك الفنانة الرائعة الغنية عن التعريف فريدة حرحار. أهلا بك. أهلا. ومعنا أيضا أم من أمهات الجزائر هي أم موجوعة جدا وأكيد الجميع هنا متضامن معها ومع حالتها الخالة سعدية. أهلا بك. والكل هنا يرأف لحالك وربي يرحم الإبن إن شاء الله ويعطيك الصبر والسلوان على هذا الفقدان الكبير. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم ورحبتكم. شكرا لك. إذن أسامة لك الكلمة. فريدة حسبتك تحكي على معظم الشباب اللي راهم هاجروا في الهجرة غير الشرعية. معظم الشباب شفنا هذه الظاهرة تكاثر بزاف، ماذا بيكم كفنانين تعطونا هذه الظاهرة كيفاش غادي تكون؟ الظاهرة هذه أنا سوي كونتر، يعني حاب دير حاجة ديرها في بلادك، لأن حبيت تروح بلادك أنا ماشي في الفلوكة هذيك ولا الفوطي ولا بابر لو على كل واحد باش يهضر له، أصبح هذاك إنتحار فيهم، ورانا في وقت الإنسان يقدر يدير في بلاده، يعني أنا الحمد لله أنا نشوف في بلادي أحسن من بلدان كثيرة. وانت نسيم مش رايك في هذه الظاهرة اللي انتشرت حبينا ولا كرهنا انتشرت كثير وسط شبابنا اللي يشوفوا الخارج او الضفة الاخرى على انه ثم يحققوا احلامهم وثم يقدروا يكتشفوا المواهب نتاعهم وكثير من الاشياء، وش رايك في هذا الموضوع؟ الحاجة الاولى راح يحرق قلبي ما هذه الحاجة الاولى تضرر اكثر. صح، باسكو لي ما في خير مثال معنا. صح، هاي الام هي تنظر الاولى باسكو لا وليدها يموت ما تشوفوش. فهمت كيف؟ يقولوا كان مات كان يقولوا لي غير وراه مدفون وخلاص. صح، هذا ما كان الناس راهي مغلطه، الناس مغلطينهم بزاف عيال. يعني الخارج مش هي الصوره اللي ماشي كاع واش راح يصيبوا، يعني كما هو الحل. شوف اختي اللي حاب يخدم يخدم في بلاده يقلب عليه. صح، يخدم في بلاده واللي حاب يروح يروح بكواغطه نورمال يروح يخدم. ما كاين الناس راحت بكواغطه فيزا تاعها تحب ثم ما خدمتش خصو ما عندها لا ديبلوم ما عندها والو بقى الدور يضرب 10 سنين 15 14 سنه يحشم يهبط لبلاده يحشم باسكو ما دار والو. نعرف انا نعرف الوفات ماشي واحد ماشي زوج كلا. اكيد كاين بزاف ويعني الخارج يعني مش هي الحياه الورديه ومش هي الرفاهيه ومش راح نصيبوا فيها دائما واش الانسان راه متصور هنا كيكون في بلاده. معكم سعيد وصديقي في الكويس ولدك ميزه في المقبل يعاود لي الخطره ولا ما بلاش. كيفاش عرفتي بلي ولدك راح في الدور؟ انا ولدي باش سمعت به انا باش عرفته بلي راح
كانت امنيته هنايا خدمه باش يولي فنان هنا في الجزائر. وقصد شحال خدمه هنايا الباب اللي يروح له مغلق في وجهه. نعم امنيته كان فنان باش يولي شانتي. ما حققش الامنيه تاعها هنا في بلاد. كان كل يوم يهبلني غادي نروح نحرق غادي نحرق. ما صبت عليها ويل. انا عاونت ولدي باش راح. نعم انا عاونت. اسم الغلطة الغلطة الأولى اللي دارتها الآن شغل قلت لي لك هات روح تروح معي ودعمته بالمال سعرتك كذا 30 مليون 30 مليون كانت عندي سلسلة وبعتها. لكن انت كنت متصورة أن وليدك راح يموت يعني احنا نعرفوا أنه الحرقة هي المرادف نتاعها الموت اكيد يعني هذا الشيء مفروغ منه كما قال الاخ انه 99% كلهم يموتوا يعني كنتي متمسكه واش هو الشيء اللي كان مخليك انك تعطيهولك دايره دايره حساب باللي غادي يروح ويوصل انتي الحساب كنتي يروح ويوصل وينجح ولا لا دايره ينجح باش يولي فنان لا بريبار تاع حدا اخرى اللي قاعد يديروا هذا لا انا امنيته أم انا ما تقدرش تعرف حاب تحقق امنيتك نعم نعم تقريبا 30 مليون هذيك 30 مليون ولا 40 مليون يحل فيها حانوت هنايا كوزميتيك ولا ما على باليش يخدم هنا في بلاده بلادنا ما راهيش كاع هكا اصلا تما في فرنسا في اسبانيا كاين لي زامبو كاين الضرائب يخلصوا الضرائب هنا في الجزائر الحمد لله راه كاين كاش ما كاش هنا شو خويا هنا مي يروحوا منا غير يوصلوا تما يروح ناحيه تشينا ناحيه لافا هنا يخدموا دلك انا في بلادي ما يخدمهاش في بلادو ما كانش تعمل دروب تاع شو الحاجه الاولى الغلطه الاولى اللي ما هي اخت شو وقت اللي داك كابوس درتي له سلاح قلتي له هاك تما انت يا دروك الام لما سمحي لي تستاهلي على الشيء اللي درتيه هذه راه بتهضرش معها بلا فرق ها بس معها بلا فرق لا راني فاهم فيها صاحبي راني فاهم فيها هذا لو كان راه انا وليدها ولا خوها هنا وقعدتش معها بلا فرق لا نهضر جات وحدها والله تصير فينا كثير ولا غير كثير خويا والله شوف كيف تهضر الاخت شوف نهضر والله انا لا خاطرش لا بالعقل لا اسمع خدمت انيماتور تاك فتهضر مع الناس فهم كيفا؟ شوف رأي تبكي بس كل مراك بكيتها هي مجروحة تقزت لها أخويا العزيز وزيت عليها صاحبي ماكش تقادر حتى الميكرون كاين خدامة أخويا اللي يخدم يهضر معاها نسيم راهو بدا يتقلق عافيك تو مي ريسبي عافيك تو مي ريسبي ليك خويا صاحبي أنا اللي قاعد على جالك تعطيني فيها الهضرة ضروري واش قاعد على جالي خويا اللي قاعد على جالك خدام خويا أنا ماكش في راك خدام خويا في كل وطأ ترومبيطة كيما حكاو لي قبيلتي أنا صاحبي كيفا؟ كيفاش؟ هنا أسامة اسمع ما خي ما كشرني خويا لا لا ما مشي تورني راه محبسين مقبيح اسمع سين على جالك اسمع انا قاعد نسمع اسمع قاعد نروحك واحد راه مقارنك ما كان لا ترى لا كذا لا يديك لا يجيبك كيف اخويا عيب المرا قدامك كلها غير انا ما نهضرش معاك انا ما نهضرش معاك انا عارفك شنو عيب انا والله ما نعرفك خويا العزيز وانا نعرفك والله ما نعرفك جامي شتك وما نعرفك شويه صافي يا بيت بقاش تقلق لي بزاف فهم خويا انا ما نعرفكش يا عيديك باسكو انت خسرت مع المرا هذه كان جمعاء هذه كان جمعاء اخوها ولا وليدها ولا قرون نورمال صافي نورمال دمر قمنا نورمال فري ما خافش انا يا وفري ما نسمحش انا انا نقول لك خويا العزيز هذا ما راك تورني خويا هضر معاها جينا نديروا ايميسيون نوصلوا له ميساج للناس انا هذه راهي كيما كنكونوا فاعلين خير وخلاص انا دايرها كيما هذه باسكو اي مرا اي مرا جزائريه خويا تحس شويه تحس هذا لا مو تقيسك في البحر مازال تعاود في البحر لا مازال تجرح فيها لا مو تقيسك في البحر اسمع ورا المخرج هذا برا اسمع والله العظيم اسمع شو كاش واحد ياني يعني ولا خلي هذا الاخت راه تخدم وخلاص يا خويا والله وتعاود في الهضره نفسها علاش خويا خدم بيتا انت جامي انت كل ما تحس انت على السما قالولي انت غير تحديد منا انا عارف شنو بلون بي انا تعرف غير ترومبي انا بلون بي بلون بي انا مزمر الشيطان انا بلون بي بلون بي انا انت بلون بي بلون بي انا صح انا بلون بي خويا وانت واش انت شكون انت شكون انت واش انت شكون دير لها انت خابط الاسم تحكي انا ما نهضرش تاع بلون بي تاع كسمو جاي ومتفرح كي راك اسمع 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 الرجال هنا وعيكم اهدر باحترام خويا انا على بالي باش نهضر مع الشابه ولا كذا باش نفيدوا الناس اهدر باحترام ماشي باش نهضر مع الهضره خويا فاش باش نهضر نخرج هذاك وراه والله العظيم بدلونا الانسان هذا بلون بي انا غادي نجي والله ولا ما كان نحبسوا كاع وقلينا منه والله العظيم يا خويا ايوا سبحان الله صاحبي جبت المصاحبه ارتي شوف 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 لي زارتيس لي زارتيس قولها بس لي زوم ما نقولش كلمه كيما هكا لي زوم نورمال لي زوم لي زوم هذاك ما نعرف خويا عرفت تخدم اه
خلينا نخدموا خليتها بلومبي انا بلومبي خويا دروك انا جيبو بلومبي جيبو ميكانيزا جيبو تورنال انت وشنو انت بيع البيض انت وشنو انت معليش بيع البيض انت واش راك دير تاني بيع البيض انا ايوا تعرف تهضر ما مانيش انا سبحان الله خويا اسامح خلاص قلت لي الحس لا لا لازم تحترم باحترام وضرب سوسوه ما شبهتيها لا لا انا حكيت ما متقلقناش العزيز اخت ميسا ما شاء الله انا صح بصراحه اسامه فريده اسامه بكل صراحه يعني وبيزافر اكحب تتعلم تخدم لازم تتعلم صحيح تم قاطع طرا عليك فريده بي شخصيك درو غادي يشخصيك درك في قناه غادي يفوتوها احنا في القناه غدوه غادي تفوت غادي تفوت في قناه تكون هذا بلومبي بلومبي ماشي خدام بلومبي ماشي خدام كوردوني ماشي خدام كوردوني ماشي خدام الله استغفر خلي بدي اخدم ولا اروح خدم ولا اروح خلينا نخدمه خلينا نخدمه بكا خلينا نخدمه انا اخدم ولا اروح اخدم معك كل شيء حاجه غليظه احترمك انا عارف بلي تاوي روح خويا اسمع عيط عيط لا لا اسامه اسمع انا نهضر معك بلا اقسم بالله غيره شو نهضر انا حاول صار صار مره اسامه بقى تليتر اسامه تليتر انا والله مره اقسم بالله غير ترى والله ما زيد تخدم انا نخدم والله غير غير شنو اقسم بالله غير نخدم اللي راه هنا كاع ما نسمعش بهم وما تصمتناوش مليحه باش كونفيرمي لك بلي انت والو اسامه لا لا شو انا مقادر مقادر هذا العيب بس عندك تخسر انا تعرفني باش تقولي انت والو تعرفني بلي انا والو صحيح تعرف تعرفي انت بلي انا والو خليها راه صاحبي بالك انا رجال باش لاغهم مشي لا 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 بالكفر يلا اضرب اضرب انا اول داعي اسعود قدر الناس قدر الناس and his name is John C برا اروح برا نقصر عليها مليح مليح اروح اما انا نقول لك حاجه برا لا ما في انا لا ما في انا تاكل السبعه اسامه غادي ناكلك بالسبعه اسامه اسامه خلاص عندي لك شيشوار عندي لك شيشوار اروح لا الشيطان هذا وين حس بالضربة؟ أسامة راهو في لوبيتال الحمد لله خرجت سلامات أسامة راهو ولا البلاطو يا خويا أسامة واش راح نقول لك خويا انا يا خويا صافي بليزير خويا تلقى اكتور هذا ممثل خويا هذا ماشي انيماتور هذا ممثل خويا العزيز جونس لوبيتال خويا منير عقل منير فريدة هاي لي لوبيتال خويا الكاميرا ماشي سي فالي بصح كاتب الجهود
باش نهضروا عليه بزاف باسكو ولا سايت وراكو كشفتونا كشفتونا وكشفتونا خير مبروك عليكم صح سامح خويا ضربتو بزطيني كادو يا خويا تفيقة حارة صحافتي يعطيك الصحة ميرسي عليكم قاعيتيك وراكو صح كشفتونا سامحني خويا فريدة يعطيك الصحة اختي اختي يعطيك الصحة هي دموع يعطيك الصحة اختي يعطيكم الصحة كامل وبون كوراج خاوتي وراكو كشفتونا كامل خويا من الكبار ثاني خويا رمضان مبارك وراكو كشفتونا خويا صحيتكم